يا مرحبا بكم في كوجينة يسرى. جبت لكم طريقة تطيب القلاية على الغناي وإلا الطاجين فوق الكانون وإلا الباربيكيو. أول حاجة نوع هذا من الطاجين راهو ما يتنفخش إلا كاملة في الماء، سينو بعد وقت اللي يجي طيب فيه تلقاه يترشق ويتكسر. تنجم تمسحه ومن بعد تاخو تدهنه بالزيت، وإلا قبل ما تجي طيب عليه تحط له شحمة وتخليها هذيك تذوب في وسطه، تدهنه لحراف داير ساير. بيان سور ماهيش باش تذوب كلها، مي لا مواد دي شوز تقعد على الاقل دقيقتين ثلاثه وانتي تمسح فيها بك الشحمه هذيك بعد ما يسخن مليح مليح. وتوا اجي نوريكم طريقتي في القلايه. بالنسبه للقلايه نتاع اللحم، انا نحط كان اللحم، ما نحطش كبدة، ما نحطش قلب، وما نحطش حاجة أخرى. ثم عبيد ما عندها تحطها تابعة العلوش، نحبها بالحق قلية متاع الحم. الحم صافي، ناخو شوية زيت، شفتوا كيفاش لازم يبدأ سخون، شوفوا الزيت كيفاش يتشتش. بعد ناخو الحم متاعي يكون هبرة ولا فيه شوية شحم، ونقصوا مربعات صغار صغار ولا معناتها تروف صغيرة صغيرة، وما نحط فيه حتى شيء وما نزيدوا حتى شيء إلا ما الحم الكل يتبدل لونه ويولي الكل معناتها مقلي شوية، باش بعد نحط لفحات. ما نجيش طول أنا حطيت هكا ونجي نحط له لفحات متاعه. انتي القلايه نتاعك تحب تزيدها قلب، تحب تزيدها كبده، زيد القلب من الاول، زيدو مع اللحم على خاطر يحبوا له برشا باش يطيب، مي الكبده زيدها من بعد على خاطرها بلاش روح فيسع فيسع تطيب. لازمك ديما توزن ما بين الحكايه هذيك، هذاك علاش انا نجي نحط اللحم وحده وتعجبني باللحم معناتها وحده خير برشا برشا، ونتبنوا معناتها وبنته وحدها وطعمته وحدها. نتوا بعد ما اللون نتاعو الكل تبدل، باش نجي نحط نفوحو بشويه ملح، شويه كركم، وشويه فلفل اكحل. اكهو هذايا هو القلايه. شنو نحط لها؟ ما نزيدها حتى شيء اخر، وحتى الكليل اللي ساعات يحطوا في وسط كليل ما نحطش على خاطر ماهوش الحم مفوح بالكليل. هذا قلايه معناتها كل حاجه بالنسبه لي انا وحاجتها، وانتي كيفاش معناتها تفوح. ثم عبيد تحبها لهي زعره ولهي حمراء، تجينا هنا تحط في وسطها شويه فلفل زينه وتحط لها مغرفه صغيره متاع طماطم. لهنا نزيد شويه بركه ماء ونخليه يشرب لفحات بالكدي بالكدي، اللي تحس اللي الحم نتاعك شرب لفح. راهو كي تزرب باش تحط الماء ما تجيكش قليه بنينه، تجيك قليه باسله. لو بلوز امبورطون انه الحم نتاعك يشرب لفح هذاك بالكدي بالكدي، يتشربوا باش من بعد حتى كي تزيدوا الماء ما يبسالش ويبدا فيها كل جو، ويبدا المطعم نتاع الفحات نتاعك يبدا باين. ديما اذا تحب حاجه تجيب لك بالكدي طيبها سله سله، سورتو الماكلات هذيا نتاعنا كالزبنيه. ربي ما كنتش باش نهبطها راهي الوصفه على خاطر ما وصلتش نصور في الاخر، خاطر بسم الله ما شاء الله الناس كلها جاعت والناس كلها حابه تاكل، واتيل بوان اللي فيت في معناتها حطيت الفطور وكل شيء. مي قلت ما نحرمش معناتها البنات من الطريقه نتاعي نتاع القلايه هاوكا. توا كي تحسوا معناتها اللحم شرب بالكدا، شوفوا كيفاش حتى ما كترفت الماء هذاك عقد، وقتها تزيد الماء على روحك للقلايه نتاعك. تحب تحط معناتها ماء سخون ولا ماء ملذذ ولا ماء بارد كيما تحب انتي. دبقينا حطيته ملذذ شويه،
ونغطي عليها ونخليها ونقعد دو طون زون طون نقرص اللحم نمسه نشوفه طاب ولا ما طابش. وقت اللي تيب لازمك تبدا الصوص عندك في الاخر عاقده شويه بركه. فما ناس راهي تحط البصل في القلايه، علاش؟ على خاطر البصل هو اللي يخلي من في الاخر عندك نوع نتاع تخطوخ هكا معناتها عاقد. انت وشنو تحب؟ ما كان حطيت بصل من الاول لازمك تخليه يذبل مليح مليح مليح، والبصل دو بريفيرونس ما يتحطش على هذا خاطر ما يذبلش لهنا، ما يحب له ياخذ برشا وقت، خليه على اي تبدا طيبتها على الغاز خير. هذه وصفتنا لليوم. طب باش نخليها تاكل مي هذيك، نخليها تشرب، وان كان حس حلقيتها تحب تزيد نزيدها.